وما زلنا مع مراسلينا وننتقل إلى زاخو والزميلة نجلاء سندي لتطلعنا على آخر المستجدات. أهلا بك نجلاء، تفضلي. نعم، تحية طيبة جميع مشاهدي قناة زاكروس. نعم، بعد يعني ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة دهوك ومدينة زاخو، شددت خالية الأزمة في المدينة بتطبيق إجراءاتها الاحترازية لرصد يعني المحلات المخالفة للشروط الصحية، حيث سجلت أمس محافظة دهوك أعلى نسبة بإصابات فيروس كورونا، حيث سجلت 101 إصابة، يعني تعد أعلى إصابة منذ انتشار الوباء. 13 حالة منها في مدينة زاخو تمركزت داخل المدينة، 7 منهم حالات ملامسة للأشخاص قبلها، وثلاثة نساء وطفلان. أعمار الإصابات التي سجلت بفيروس كورونا ما بين 4 سنوات إلى 85 عاما، ونتيجة لتلك الإصابات يعني شكلت خلية الأزمة برئاسة قيمقام زاخو بالتنسيق مع الدوائر المعنية سيج زاخو وشرطة زاخو وصحة زاخو بعمل وتشكيل لجان لمتابعة حركة المحلات والأسواق. والحديث أكثر ينضم معي دكتور لاوين هابيل أحد أعضاء اللجنة، حدثنا عن يعني العمل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليك أستاذة نجلاء وتحياتي للزملاء في الاستوديو. أنا دكتور لاوين هابيل، عضو في اللجنة المشتركة الصحية التابعة لقائمة مقامة قضاء زاخو. هذه اللجنة مؤلفة من عدة أشخاص، من ممثلين من عدة دوائر حكومية، من القاية المقامية، من الصحة، البيطرة، الزراعة، الرقابة، الأسايش والشرطة. وهذه اللجنة مشكلة من قبل القاية المقامية قضاء زاخو منذ عدة سنوات، ونحن نتابع الأسواق والمحلات لغرض التأكيد على التزام أصحاب المحلات بالإجراءات الوقائية واتخاذ كافة الإجراءات الصحية والقانونية. وبعد انتشار وباء كورونا تم تشكيل حوالي 11 لجنة مشتركة من قبل قائمة مقامية قضاء زاخو لغرض متابعة المحلات بشكل أوسع وتغطية كل المناطق في زاخو والمناطق المجاورة لزاخو. وخلال يومين فقط، اليومين الماضيين، قمنا بزيارة حوالي 1000 محل، أكثر من 1000 محل، وأيضا قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية والصحية ضد المخالفين للقوانين التي أصدرتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا. دكتور، نعم، حيث خلال اليومين الماضيين تم رصد عدد من المخالفين، حيث تم اغلاق ما يقارب 24 محلا وتم فرض غرامات لستة محلات مخالفة للشروط الصحية. نعم، من زاخو مراسلتنا نجلاء سندي، شكرا لك. والى قضاء أكري ينضم الينا من هناك مراسلنا